صباح الخير، صباح الأمل والتفاؤل وكل إشي حلو. إن شاء الله اليوم تكونوا كلكم بألف خير. إن شاء الله يكون يومكم حلو مثل يومي. وصفتنا لليوم كنافة عربية، طريقة تحضير سهلة وبسيطة ومكوناتها سهلة وموجودة بكل بيت. يلا نشوف المقادير وطريقة تحضير عجينة الكنافة. مقاديرها عنا 2 كوب سميد، 2 كوب مي فاترة، ربع كوب كل من حليب وطحين وسمنة وسكر. عنا فستق حلبي للتزيين 250 جرام، عين جمل، ربع معلقة صغيرة جوزة الطيب ومعلقة كبيرة قرفة. هنجيب الخفاقة ونحط سميد. ممكن تعمليه على الخفاقة اليدوية أو خفاقة البيض، إيش موجود عندك اعملي. حنزيد عليها سكر والحليب والطحين والسمنة. هنحط كل المواد الجافة ونضيف عليها السمنة. السمنة لازم تكون درجة حرارة الغرفة. أو ممكن أنت ما كانتش عندك دايبة هيك، ممكن تعمليها بميكروويف أو على حمام مائي. هنخفقهم كلهم مع بعض 3 دقايق عشان حبة السميد تتفتح وتشرب السمنة. نكشف عليها ونشوف ونجرب. هناخد قد معلقة في ايدنا ونضغط عليها، اذا مسكت معنا يبقى العجينة معانا ناجحة. نجرب كمان مرة كيف. ناخد قد معلقة ونضغط على ايدنا، هنرجعها تاني ونضيف عليها المية الفاترة بشكل تدريجي مش مرة واحدة. هنزيد السرعة شوية. زي ما قلت لك فيكي تعمليها خفاقة اليدوية بإيدك. حطيت نص معلقة صغيرة فانيلا لتعزز النكهة. شوفوا كيف صبايا صارت، مزيج كريمي والسميد تشرب السوائل كلها. هنحركها شوية نتأكد ما فيش تكتلات. هيك عنا عجينة، مرحلة العجين خلصت. هنسيبها 10 دقايق ترتاح، هنغطيها طبعا. بعد 10 دقايق العجينة معانا تماسكت وارتاحت. لو حسيتيها جامدة معاكي معلقتين مية وحركيها. بقلاية هنحط نص معلقة صغيرة سمنة أو زبدة ونبدأ نخبزها كأنك بتعملي قطايف. الوجه الأول بياخد معاكي دقيقة، الوجه الثاني بياخد معاكي أقل من دقيقة. بدنا إياها بس تشقر شقار خفيف، مش كلها تشقر. شايفة كيف؟ هنعمل كمان قطعة عشان يكون معاكو صورة واضحة، شرح واضح. أنا القلاية عندي مش كبيرة، صغيرة. فيكي تعمليها على قلاية أكبر من كده. هكون معاكو كل خطوة بخطوة للصبايا اللي ما بيعرفوا يعملوها.
طلبوها مني صبايا بشكل شخصي، أنا أنزل لهم إياها على قناتي، وأنا عملتها عشانهم. هنكشف نشوف. لا لسه شوية بدها، خليها كمان دقيقة أو أقل شوية، بعديها حنقلبها. كده صبايا أكيد جهزت، بسم الله ما شاء الله. هنقلبها ونستنى على الوجه التاني. شايفين كيف الوجه التاني؟ هيكون معاكي بالشكل هذا. هاي صبايا آخر قطعة معايا. أنا عملت العجينة على قليتين وحطيتهم على قطعة قماش نظيفة، بعديها حطيت على ورق مطبخ، لأنه شايفة كيف بنزل سمنة، ولازم تكون الحبة بعيدة عن أختها عشان ما تعجنش. هنسيب العجين الجهز عنا من نص ساعة لساعة ليبرد، عشان يجي بعد كده مرحلة الفرم. شايفة كم حبة اجت معي؟ ممكن تيجي معاكي اكتر او اقل شوية. هنيت عنا مرحلة الفرم. هنجيب مكنة اللحمة، او فيكي تعمليها على المكسر. هنبدأ نفرم فيها. طريقة سهلة وبسيطة، ما بتاخدش معاكي وقت، هي مراحلها كتيرة بس ما بتتعبش وما بتغلبش. بعملها قبل بيوم إذا كان عندي ناس جايين، أو الصبح بدري بجهزها وقت الخبز بس يجي ضيوفي، أو لو إحنا بدنا ناكل برضو بجهزها. أنا هنا جهزت العجينة الصبح وخلصت، بعد ما تغدينا جهزت العجينة حطيتها في صينية وطبقتها، طلعت بتشهي. كده احنا خلصنا مرحلة الفرم. شايفين صبايا كيف بتبسيها بإيدك؟ طريقة خفيفة. شايفة ما أحلى لونها؟ زابطة 100%. هنضيف عليها نص معلقة صغيرة جوزة الطيب اختياري، القرفة معلقة صغيرة بنكه الأكل، أي شي فيه قرفة أنا بحبه، كتير بحب القرفة على الحلويات. بنبسها بأطراف الأصابع، ما نضغطش عليها لأنها عجينة لسه طرية. طريقة خفيفة بأطراف الأصابع، بنحرك. حناخد ربع الكمية ونعملها وجه تاني ناعم أنعم من الوجه الأولاني. ناخد بس ربع الكمية. لو ما عندكيش الماكينة فيك تعمليها على المكسر. هتكون العجينة عنا ربع وثلاث ارباع، الربع لوجه الكنافة، بعدين الحشوة بتيجي، بعدين الوجه الثاني ثلاث ارباع حيكون تحت. انا هيك خلصت العجينة. لسه في عنا مرحلة تانية، مرحلة التحمير.
انا عملت لكم الفيديو 2 عشان ما تملوش منه، وقت تحضير العجينة ووقت تحضير الكنافة. شايفين صبايا ما احلى اللون؟ تفركيها ويلا نروح لمرحلة التحمير. بالقلاية حط نص معلقة صغيرة سمنة او زبدة، انا هنا حاطة سمنة. نحرك، هنحط الوجه الناعم، عامل مثل حبات الرمل او المفتول الناعم، بيكون هو المفتول بيكون اخشى من كده شوية. هنحرك بطريقة متواصلة 5 دقايق. بدنا العجينة، هي ما بطلت عجينة، صار اسمها فرك الكنافة، كانت عجينة. هنضلنا نحرك بصورة متواصلة، بدنا اياها تنشف، بدناش اياها تكون رطبة، تغير لونها. شايفين؟ مش تغير لونها انها شقرت، لا، بس الرطوبة اللي فيها راحت. دير بالك، هاي مرحلة مهمة جدا، انه بس تقلبيها 5 دقايق وتشيلي عنها الرطوبة. هناخد الجزء الثاني 3 ارباع، ونحط كمان نص معلقة صغيرة سمنة. مراحلها كتيرة انا بعرف، بس سهلة وبتستاهل انك انت تعمليها. هاي عنا العجينة الخشنة، هنحطها ونقلبها. بتاخد معاكي هاي اكتر شوية، لانه هاي نيها تتحمر شوية، مش تتحمر لدرجة الحمار، نيها تشقر طريقة بسيطة او بشكل يكون لونها خفيف، شقار خفيف. هنضلنا نقلب ما نشيلش ايدنا عنها، النار تكون وسط، مش حامي. شايفين؟ ضلنا نقلب فيها، بحاول اوصلكم الصورة تكون واضحة قدامكم. احنا هيك خلصنا وصفتنا لليوم، فرك الكنافة العربية، وصفة سهلة وبسيطة تستاهل انك تجربيها، وان شاء الله كلكم بتجربوها. هاي هيك عنا العجينة 3 ارباع الخشن والربع الناعم. بتمنى انها تكون نالت اعجابكم، وصفة سهلة وبسيطة. اتركوا تعليقاتكم، ما تنسوا تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، وأهلا وسهلا فيكم بقناتي.